ملح بيناتنا. عم بحكي عليك يا ابو جمعه، ما طنوا ادنك؟ انا كمان شوفي صدقيني عندي دقيقتين كنت العب مع واحد تونسي وانت في ذهني وعقلي وافكر فيك وانا العب معه يا عمري. ابو جمعه صدقيني ولا تصدقيني؟ صدق ربي يحفظك فوبيا اخويا، ربي يحفظك. لزوم فوبيا، فوبيا لزوم، فوبيا لزوم، والله لزوم فوبيا. بارك الله فيك، الله يعطيك الخير والعافيه. لزوم والله انت اللي زوم يا ابو جمعه، والله انت اللي زوم يا ابو جمعه. انا زوم معك، انت اللي زوم كثير. شكرا لك. انت منيحه؟ انا منيحه، بس حذير شو كنت عم بحكي. فكروا الكومنت اني انا اسمعني، بدي اقول لك نفس اللي كنت عم اقول لهم اليوم. انا لعبت مع كل اسمع، انا لعبت معهم كلياتهم اصدقائي، عنتر وخشبه فوبيا مهدي مين اديب كلهم. ايه اسكت انت فوبيا ولا كلمه. فانا كنت عم اقول قمة الاحترام والأدب والأخلاق اللي شفتها من بو جمعة، مع احترامي للكل وهن كلهم رفقاتي، أنا ما شفتها من حدا تاني. لأن صرت لما بطلع معهم يغلطوا بالكلام، بس أنت حدا بخاف الله، حدا بتساعد الناس الفقراء. اليوم الفيديو اللي شفته لإلك كتير كبرت بعيني أكتر ما أنا كنت شوفك، كتير كبرت بعيني والله. وعملت لك حفظ عندي، يعني حفظته عندي شفته يمكن. والله كبرت بعيني يا ابو جمعه، والله يعطيك ويرزقك ويعطيك الصحه على الشيء اللي عم تعمله للناس والله. اما هن فكروا عم بحكي انا على اديب انا ولا مهدي. ابو جمعه صرت لما اطلع معهم صاروا يغلطوا بحق الوالده، وصاروا يغلطوا معي بالكلام بالجزائري وانا ما افهم عليهم، لهيك انا زعلت منهم ما عاد صرت العب معهم. شوف شوف انت بترضى؟ انا اجيبك الان، كملت الكلام خلصت بالصحة والهنا. انت عندما كنت تتكلمي انا كنت ساكت واسمع. لكن الان خليني انا اتكلم وانت اسمعيني جيدا. احنا عندنا الجزائريين عندما يتكلمون معك كل واحد وطريقته في الكلام، يعني احنا عندنا لهجات متعدده في الجزائر، ليست لهجه واحده، هذه باش تكوني اوكي على علم. كل واحد يعني وعنده لهجته اللي يعني يترفه بها يعني مع الناس، مع الناس يعني كيحب يضحك مع واحد يعني ولا يبسط مع واحد. انت تبالك باللي هم يسبون، هم ما يسبوك، انا عارف اللي ما كانوا يسبوك، انت تبالك باللي هم يسبوك. اسمعي انا مش تقولي ابو جمعه او زعما جاي مع اولاد بلاده يعني مع الجزائريين، لا انا ما نحب حتى ولا واحد يغلط معاك، ولا يعني مش انت فقط يعني مثلا نقول يعني جزائري وجزائريه، فهمتي؟ والله ما نحب يعني واحد يطيح بقدر واحد، يعني وحده تسب واحد ولا واحد يسب وحده، إلا كان هذاك الطرف الآخر يعني هو مو منيح، هذيك ربي سهل، فهمتي؟ لكن أنا نقول لك فوبيا والله يحب يضحك معاك. لك اسمعني فوبيا، فوبيا أبو جمعة فوبيا هو وعائلته عندي، زايرين عندي بالبيت وتغدوا عندي بالبيت، يعني في بيناتنا خبز وملح. الحمد لله. اوكي انا ما عم اقول لك فوبيا لا، بس اما البقايا وما حك رفقاتي. اسمعيني رح نحكي لك عليهم بالواحد، انا حنقولهم لك بالواحد، يعني انا نحكي لك اللي انا نعرفهم، كاين اللي انا بالك طلعوا معك انا ما نعرفهم. عنتر كثير غلط بحقي انا ووالدتي، كثير عيب يا ابو جمعه، انا لهيك حذفته بس لعنتر. بس شوفي عنتر انا نقول لك لو كان يسمع الكلام عنتر والله راح يعتذر لك. عنتر ما هو يكون هكاك سخون في هذيك اللحظه، فهمتي؟ ويهدر يغلط وما كانش اللي ما يغلطش، فهمتي؟ عنتر يغلط، انا نغلط، فوبيا يغلط، انت تغلطي، يعني احنا البشر كلنا نغلط صح. لكن خير الخطاؤون خير الخطائين التوابون، يعني انسان اللي يكون يعني انا غلطت في حقك مثلا
انا غلطت في حقك، يعني كاين اللي ما يقدرش يطلب السماح ولا يعتذر، كاين اللي ما يقدرش تبان له طايحه. يعني بالنسبه لي انا وفي نظري انا، اللي يغلط ويطلب العفو ولا يطلب المعذره، انا عندي هذاك هو القوي. فهمتي؟ يعني الاعتذار يعني موش ماهوش كيما نقولوا احنا حاجه طايحه ولا طيحت من قيمتك. كيف ما كبير الشغل واحد. ايه انا مثلا انا غلطت معاك، يعني انا غلطت معاك مثلا، معاك انت ولا مع اي بشر. وبعدين يجوا يحكوني يقولوا لي بو جمعه راك غلطت مع هاله مثلا، هاك غلطت قلت لها كلام مو منيح. فهمتي؟ الحاجه الاولى انا يلزم لي نستعرف بالغلطه تاعي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه نجي عندك ونعتذر لك. صح. انا صدقيني خطره صرات لي، وبلا كاين الناس راهم هنا يشهدوها عليا، انا خطره كنت نلعب مع رويده، مش مع رويده، كنت مع رويده نلعب مع رويده، وبعدين طلعت معايا واحده من العراق مسكينه، او راح لي اسمها، المهم هي معاقه مسكينه مريضه. الله يشفيها، اوكي. ايه وانا كنت ما نعرفش ذاك الوقت، كنت ما نعرفش وما زال ما راني ما نعرفش، بس هذاك الوقت كنت ما نعرفش بزاف. قالت لي نلعب معاك، انا حسبت انا ما عرفتهاش باللي مريضه. شو غلطه، غلطه بيني وبينها، غلطه غلطه، ماشي قصدي مش حاجه مش مليحه، غلطه. انا نزلت. اوكي. والله كيما نقول لك، والمتابعين يعني ولو يقولوا لي عيب عليك راك تخسر، يعني كنت نقرا في الكومنتات فقط، يعني ما جاش واحد قال لي في وجهي بو جماعه عيب عليك. انه البنت قريت. كنت نقرا في الكومنتات فقط. قالوا لي عيب عليك، خسرت معاها، راك خسرتك خسرت. صدقيني صدقيني ولا تصدقيني، الحاجه الاولى بكيت ومن قلبي، الحاجه الثانيه اني حوست عليها وما لقيتهاش، ورحت عند رويده، هاي رويده تشهد، سقسي رويده تحكي لك. قلت لها جيبيها، وجابتها لي رويده، ونقول لك لعبت معها زوج جولات ولا ثلاثه، وانا نطلب منها في السماح. يا عمري شفت قديش قديشك قديشك طيب وحنون. شوفي انا هاي انا هذا اللي كنت عم اقوله لك، عم يطلبوني العب هاي الجوله انت عم تحكي معي. ونزيدك حاجه، وبعدين بقيت نلعب معاها، وليت نحب هذيك الطفله، وليت نبغيها، وليت نلعب معاها. وبعدين قصدتني، هي قصدتني، قالت لي بو جمعه راني باغي نلعب جوله رسميه، قالت لي واني باغيك توقف معايا. والله والله العظيم طلعت معاها ووقفنا معاها، مشي انا وقفت معاها، وقفوا معاها كامل الجزائريين ما شاء الله. انا على بالك علاه وقفت معاها، وقلت لهم وقفوا معاها، على بالك عليها ولا ما على بالك عليها؟ قعدت في راسي هذيك الضربه اللي درتها معاها وانا عن غير قصد، قلت بالك هذه الحاله كي تفرح تسامحني. هي قالت لي راني مسامحتك في الاول، لكن قلت انا بالك هذا الخطره، يعني كشو تسامحني من قلبها، يعني انك تكون فرحتها. فرحتها وان شاء الله نتمنى تسمح لي. يعني أكيد. الظلم أكيد. الظلم انسان لازم ما يظلمش خوه، فهمتي؟ أكيد أكيد. احنا شوفي أنا شوفي نضحك، نزعق، شوفي في لحظة قادر نبكي قادر نضحك، أنا داير كيما هاك، لكن ما نكذبش عليك، أنا ما نبغيش نروح أنا زعفان، وما نبغيكش أنت ولا إنسان واحد آخر يروح زعفان مني ولا غضبان علي. شوف أنا أبو جمعة لقلك أنا قلبي كتير طيب، وانا لو زعلت من حدا والله عم بحكيك ورحمه بابا جد، انا مثلك بس انا طبعا بسوريا مو بدبي، يعني بنفس شغلك بس بسوريا مو بدبي، حلو؟ نفس شغلك تماما ومن دون اي مقابل، يعني انا هذا شغلي من 8 سنين، مستلمه دار عجزه وايتام، وروس قال اي حدا بسوريا بيقول لك على اسمي، هي شغله، شغله ثانيه اني يعني انا لو حدا زعلني بنسى، يعني خلص بتركه يوم يومين بنسى اني انا وهيدا الشخص تزعلنا، بس مثلا مثل يوم عنتر ولا اديب انا ما بفهم كل الكلمات الجزائريه، بس والله يا ابو جمعه والله والله يحرمني عيوني اذا عم كذب عليك. اطلع معهم مثلا احيانا يغلطوا بالكلمات هي اللي علموني اياها على والدتي، اوكي انت عم تمزح معي بس ما بصير تغلط بحق والدتي انا مره كبيره، تمام؟ شكرا.
فانا لهيك يوميتا وعم يسالوني من شوي عليهم، قلت لهم انا ما بلعب معهم، يعني هلا الوحيد اللي بلعب معه انت على راسي من فوق، والله يعلم قديش انت مقامتك كبيره عندي. انسى اي شيء، بس والله يا ابو جمعه اللي شفته منك انت ما شفته مع اي حدا منهم كلياتهم من دون استثناء اي شخص. يا اخي هلا هلا شوفي يا اخي، انت حكيتيني بالخاص ولا ما حكيتيني؟ حكيتك؟ حكيتيني حكيتيني بالخاص. شو قلت لك يا ميتا؟ لا انه ليش ما شكيت لك عليهم؟ لا لا مشي عليهم، يعني نحكي لك يعني بصفة عامة، أنت تكلمتي معي في الخاص يا أخي، أنت حكيتيني رسلتي لي. أيه. يعني شو كان ردي أنا؟ شو كلامي كيف ولا كان أي معك؟ ولا أي شيء غير كل احترام. الحمد لله. والله لا لا أنت جاي عم تشهدني؟ مستحيل مستحيل بو جمعة، أنت حدا أنا ما بدي يكبر راسك علي، خلاص حكيت بما فيه الكفاية عنك، بس أنت حدا غير الكل. الحمد لله والله الحمد عن جد لله. الله يعطيك الصحة ويرزقك دبل اللي عم يجي، إن كان بالتيك توك ولا برا التيك توك، عن جد الله يعطيك ويزيدك لأنك إنسان تستاهل. أيوة شوفي أنا أقول لك كلام يا أخي، قلت لك يعني قلت لك أنا تهبني محبة الناس ورضا الناس عني، أنا والله ما يهمني الفلوس، يعني لو يكونوا عندي فلوس وأنا يعني متكبر يعني وديها في روحه كما نقوله بالجزائرية، وش من فايدة؟ ولا شيء، لأنه صدقني البني آدم قد ما كبر وقد ما صار معه مصاري بالقبر ما رح ينزل معه ولا شيء. أنا هاي دائما اللي بحكيها للناس، إنه البني آدم قد ما كان لا يتكبر على الفقير بالذات اللي ما عنده شيء، لأنه بالنهاية كلياتنا حننزل بالتراب، ما حدا رح ياخذ معه شيء بهالدنيا كلياتها إلا عمله، فيعني نكون منح مع بعض بس. ان شاء الله انا نكون مليح معاك، نحكي عن نفسي واللي ان شاء الله نقول احنا غلطت معاك، يعني يقعد وحده ويخدم ضميره ويعرف معاه من غلط ويعتذر ويطلب منك السماح، وانت انا نطلب منك يا ابو جمعه خلاص انسى، وانت انا نطلب منك في بلاستهم ونقول لك سامحيهم، هذه غلطه جات يعني فهمتي، انت هذه غلطه جات، انت تقدري دروك تقولي الله يسامحه اسمحي له ما تكوني حقودارين. طبعا الله يسامحهم اكيد يعني ما في شيء، خلاص حبيتي تلعبي معاهم شكرا، ما حبيتيش ثاني كمان شكرا، لكن انت ان شاء الله ما تكوني حقوده وما لا 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 ونقول لك كلام يعني لو ابو جمعه انا لما بيكون شوف لو تسمعي كانوا عم يلعبوا جولات بمرق لعندهم على اللايف برميلهم اي شيء ومن قلبي وانا مسامحتهم ما في شيء ابدا، بس انا نبهتهم وبعثت لهم مسج مع حدا وانت بتعرفه كتير منيح، هو كمان صديقي، قلت له الله يخليك بس قل لهم انت هو داعم، قلت لهم بس وصل لهم فكره اني لما اكون معهم بالجوله لا يغلطوا بالكلام الجزائري اللي ما نو منيح علي وعلى والدتي بس لا أكثر ولا أقل، وحتى أتأكد من عشوائي، عشوائي اعتذر مني قال لي والله ما عاد خليهم يغلطوا بالكلام، قلت له أوكي خلص انسب إن شاء الله إن شاء الله ما إن شاء الله ما أنا نقول لك إن شاء الله بربي ما يزيدوا يغلطوا معك إن شاء الله بربي إن شاء الله عادي عادي جدا، لكن أنا نقول لك كلام وإن شاء الله تسمعيني إن شاء الله أنت سامحيهم، هذه الحاجة الأولى أنا على وجهي أنا لا تحبيني انا اكيد سامحتهم والله. والحاجه الثانيه نطلبها منك يعني ما تبقايش تحكي عنهم يعني لا 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 هلا بس اليوم هلا انفتحت الموضوع انسى خلاص اليوم اغلق الموضوع هذا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اعلاه نقول لك اعلاه لو كنت تبقى غير تحكي عليهم يعني يبدأوا الناس يروحوا لا 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 هن رفاتي ابو جمعه مستحيل لا خلص بس انه انا قلت لك شو الفكره بس الله يسامحهم ويعطيهم ويرزقهم لا 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 مستحيل انا ما بزعل من هذا خلص والله كي سامحتيهم هما كل سامحتيني انا والله يا عمري انا اهل الجزائر على عيني وراسي والله نقول لك على هم بلك هم ما هم عارفين يعني شغلة تنساه وهو قال كلمه ونساها فهمتي؟ أيه. لكن أيه. هو ما حسش بهذاك الانسان يعني جرحه بكلمه فهمتي؟ يعني هو راه ناسي يعني انت يا سامحيهم وانا لو كان نطلع معاهم ونهضر معاهم ونقول لهم لا لا وان شاء الله بربي فيها خير وما يزيدوا يغلطوا معاك وما يسبوك ما ولا شيء.
فهمتيني؟ اي خلاص تمام. وانت مشكوره والله، نحبك ونعزك وراك والله عزيز عليا، بارك الله فيك، وانت انسانه طيبه وربي يبارك فيك ويبارك لك في امين صحتك ويبارك لك في اهلك ويبارك لك في امك ان شاء الله. امين يا رب. وانت عن قريب نجي نخطبك. اوكي انا موافقه. لا 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 اوكي موافقه. حتحجب؟ ها انا كي تتحجبي فما تدري في بالك بلاكي صيرك مريقله. خلاص حتحجب من بكره. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ادعي عندما اراك بالحجاب. والله نفرح لك. والله والله بدعي كل يوم اني انا يا رب الله يهديني واتحجب والله وبقناعتي. شوف بجمعه اسمعي اقول لك الكلام، قول لك كلام، ما تقولي ولا كلمه، ما تقولي لي ولا كلمه، اسمعيني. اوكي شوفي اقول لك واحد الكلمه. انت نيتك يعني نيتك حابه ديري حجاب. اي انا نقول لك كلمه، الحجاب اذا عملتيه اعمليه على قناعه، حاجة الأولى. طبعا اسمعيني جيدا، اعمليه على قناعة. الحاجة الثانية، الحاجة الثانية، لو تعملي حجاب سيأتيك خير من حيث لا تدري. ما تعرفي ربي يكرمك بزوج صالح، ما تعرفي ربي كيف يكرمك. جربي وقول، مش تديري كيما واحدة خطرة وعدتني قالت لي ندير الحجاب. لك شوف انا اهلي محجبين بجمعة وما بدي احكي، بس يعني دائما انا اوكي صبور، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شايف انا هيدا لبسي ماني راضيانه عنه، اني انا صبور، بس الحمد لله والله اني ما بقطع صلاتي لو بدي موت، بس دائما بكل وقت بدعي انه يا ربي تهديني اكثر واكثر لاني اتحجب. يعني لو بدي اتحجب من اهلي كانوا حجبوني، عائلتي كلها محجبه، بس بدي احطه بقناعتي انا، ما بدي قناعه اهلي. انا علاش خذت لك القناعه؟ يعني انا ما نحبك تديري حاجه تاع الضغط، يعني ضغط عنك ولا رغما عنك. لا فهمتي؟ يعني تديري حاجه انت برضاك، يعني برضاك ان شاء الله. يا رب الله يطعمني اياهم. انت كي راكي تصلي، يعني كي تصلي وتعبدي في ربي، يعني يعني براحتك، يعني ما كي تصلي وانت مزروبه، المهم خويا شافني نصلي ولا المهم امي شافتني نصلي. لا يعني تكوني تصلي وانت مرتاحه نفسيا. انك لا تهدي من احببت، الله يهدي من يشاء، يحب من يشاء ويهدي تمام. من يشاء. فخلص خليني ان شاء الله ادعي لي وانا بدعي. انا نتمنى لك وندعي لك ان شاء الله كل اليوم. انا مش نقول لك ندعي لك الهدايه، لا على انت راكي مهدات، مادام راكي تصلي راكي مهدات. يعني شوفي واحنا البشر ربي ليش خلق الجنه والنار؟ لا يعني وعارفنا ربي سبحانه باللي احنا نخلطوا، ربي حنين كريم. صح. لو ربي وعلى باله باللي احنا نغلط نغلط البشر مهما كان حنين. اوكي مهما كان. بس ولكنه شديد العقاب، بس بدك الناس تقدر. شوفي 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 شوفي، حاجة بينك وبين ربي سبحانه خليها بينك وبين ربي سبحانه، ما تدخلي فيها ولا واحد. فهمتي ولا ما فهمتي؟ يعني أكيد. ربي سبحانه، ربي سبحانه على بالك وين ما يغفر لكش، وربي سبحانه كي عارفه وين ما يرضاش عليك. كي تكوني تاذي مثلا بشر كيما انا، انت اذيتيني انا نقول لك غدوه عند ربي ما نسمح لكش. مثلا انت كي تروحي عند ربي سبحانه، ربي سبحانه ما هو ربي واللي خلقنا، لكن يقول لك انا ما نسمح لكش غير نسمح لك بجمعه. فهمتي؟ صح. هذه اللي ربي سبحانه ما يسمحش فيها، لكن ربي سبحانه حاجه بينك وبينه ربي سبحانه، او انا ولا فلان ولا فلتان، ما كان ما دخله بينك وبين ربي سبحانه. وربي ان شاء الله ياجر، وربي ان شاء الله يعطيك على نيتك، وان شاء الله ربي يقويك، وان شاء الله ربي يعطيك على نيتك، وان شاء الله كل اليوم نشوفك متحجبه، نشوفك انسانه انا مقبل، نشوفك انسانه محترمه، ربي يبارك. ابقات في الحجاب يعني انت بداو غيب بشوي، فهمتي؟ غيب بشوي يعني، وان شاء الله فيها خير. يا رب يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا قلبي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وتهلي في روحك وبعدين ان شاء الله نلتقى. يلا بنرجع بنلتقى. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.